تمكنا في وقت قياسي من توزيع استماراتنا عبر ولايات الوطن. أقول توزيع الاستمارات وليس كما فهم خطأ من قبل توقيع الاستمارات، غير أننا سجلنا بكل أسف أنه رغم انتزاع صلاحيات إجراء الانتخابات من الإدارة المحلية وتكليف الأمناء العامين للبلديات والضباط العموميين بها، فإن هنالك ممارسات في بعض الولايات تعرقل سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر. أولا فيما يخص البلديات، سجلنا تماطل بعض الأمناء العامين في التصديق على الاستمارات بمبررات مختلفة، وبعض هؤلاء يجتهدون خارج النص القانوني. بعض الأمناء العامين للبلديات الذين حصرهم القانون، حصرت القانون التوقيع لهم، يعملون بطريقة ذكية لصالح مرشح معين، فيعمد بعضهم إلى تنفير الناخب ودفعه لعدم التوقيع من خلال التهرب من التواجد بين قوسين، من التواجد في المكتب، أو رفض تفويض غيره بالتصديق على الاستمارات، حيث سجلنا في بعض البلديات عرقلة العملية بما يوحي أنه تحيز لحزب سياسي ما أو مرشح معين. يا ناصر، نبدأ أول شيء من سليمان بخليلي، له زوجته فرنسية. عنديش زوجة فرنسية، عندي زوجتين جزائريتين أبا عن جد، خيار من خيار، وبجنسية جزائرية أصلية، يعني أبا عن جد. وثائق نحن تعود إلى 1756، يعني في العهد العثماني قبل ما تدخل فرنسا للجزائر. هذا يا ناصر من يطرحه؟ يطرحه من قال بأن أبنائي يدرسون في الثانوية الفرنسية. عندك أحمد زميلك في الشورى، ها قدامك المخرج في الشورى، يعني حتى الفرنسية ضعيف فيها، فكيف يكون قراء مثلا في الثانوية الفرنسية بينما واحد ما يطيرها له في الإنجليزية باش نتفاهموها. ابني أحمد اللي يقولوا بأنه درس الثانوية الفرنسية، والله مرة مررت أنا وياه من بن عكنون، قلت له هايلك ألكسندر ديما، والله ما يعرفها ستي، تمنوا بالله وزميلكم في الإعلام واسألوه. ألكسندر ديما كي تفتحت كان أحمد ديجا فات الثانوية الفرنسية، فات الثانوية الفرنسية. أما إذا كنت تقصد، أنا عندي ابنين أحمد ومحمد، محمد يعني يقرأ في الآن في بن عكنون في 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 الحقوق يعني. أما البنات اللي متزوجة قرأت إعلام، واللي راهي صغيرة هذا مدت الباك في ثانوية في القبة يعني. الجنوب الكبير، الجنوب الجزائري للأسف مثل المناطق الجبلية في الشمال، في مناطق الأوراس وفي مناطق بلاد القبائل وغيرها، يعني المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية هذه مع الأسف يعني عانت الكثير خلال 57 سنة من الاستقلال، عانت الكثير حقيقة. لكن أن نخصص يعني جهة على جهة، طبعا نحن سنعمل على أن تكون كل مناطق على قدم مساواة، لكن هناك استثناءات. مثلا أعتقد أن الكهرباء في الجنوب في الصيف يعني تقع على يعني عاتق المواطن مصاريف كثيرة، فأعتقد أن تخفيض الفاتورة أو يخلصوا مثلا في الصحراء، المواطن في الصحراء يخلص نصف الفاتورة دمي طريف، هو نفسه الذي ينطبق على سكان المناطق الجبلية في الشتاء لما نخفضوا له في تسعيرة الغاز. ففي الصحراء نقصوا لهم الكهرباء في الصيف والغاز في الشتاء بالنسبة للمناطق الشمالية مثلا. يعني الجنوب الكبير خزان كبير فلاحي، يعني أن تجمع بين النظام الزراعي والنظام الصناعي. فأنت عندك في أضرار مثلا عندك حقول الطماطم تستطيع الآن تلقاها مرمية، يعني عندك في مناطق أخرى مثلا حبوب، عندك في قاسي طويل في حسين سعود، مناطق حسين سعود مثلا اللي فيها البترول على مقربة منها قاسي طويل، هذه عبارة عن يعني اللي بيفو هذوك اللي دايرينهم الرش المحوري، ينتج يعني ما يمكن. يعني لو هذه التجربة تعمم على طبعا مجموع الجنوب الكبير وتمنح الأولوية والأهمية للزراعة، لأن البترول انتهى، البترول اعتبر 2020-2022 خلاص، يعني إلا بقدرة قادر، إلا إذا صار فيه تحكم في الغاز الصخري مثلا، اللي طبعا فيه رأي علمي اللي يمكن سنطلعكم عليه في البرنامج الانتخابي. وإذا الجنوب هو في الحقيقة هو الذي كان يعني يغذي الجزائريين من خلال البترول والغاز، الآن يعني لو تولى له الأهمية
والمرافقة كذلك، مرافقة الدولة فأكيد سيضمن قوة الجزائريين، مع الأخذ بالاعتبار أن الزراعة في الجزائر الآن لاحظي أن حالات سرطان كثيرة جدا انتشرت في السنوات الأخيرة بسبب النظام الغذائي، مثلا بسبب الزراعة في بعض المناطق وين البطاطا يعني سمدوها تسميدها يقوم ببقايا المخلفات يعني الدجاج والدواجن، مخلفات الدواجن، هذا ينعكس على طبعا المحصول الزراعي، والمحصول الزراعي له دور على الجانب الصحي لكن هذا محور آخر. شكرا. هذا خطأ، عفوا يعني أنا سأنبه سي طاهر أن يتدارك هذا. أنت دقيقة التركيز يعني ممتاز، ويعطيك الصحة أنك نبهتينا، يعني كلنا جميعا ولا واحد منا انتبه إلى أن هناك نقص في الآل في الإنجليزية.